معكم دكتور، شفناك كنتي في واحد العمليه ديال مراقبه الملاكمين. واش هاد العمليه كتكون ديما وشنو كتراقب؟ هاد العمليه ديما تكون يوم في اي وقت كان في المقابله قطعيه تصبح اي عمليه، لان خاص الملاكم يجي ما كتشد باش يحتفظ على الوزن ديالو وان الجسم ديالو يكون سليم من اي مرض، ما كان مرض ولا تروماتيزم ولا اللي خصو يكون صحيح بدنيا ونفسيا وجسميا. كنشوفوا كاينه مراقبه غير من الخارجي، ما كاينش مراقبه طبيه خارجيه. هو دابا المراقبه اللي كنراقبوا القلب بعدا هو الاول، هو راه سونترال كيحكم في كل شيء. هذا الاول كتشوف البانسيو ديالو تيعطيك واحد الدقه على الجسم كيفاش كاينه الحاله ديالو، تشوف العينين ديالو واش يشوف مزيان، تشوف البلايص اللي تيكون عنده فيهم الضغط والبلايص باش يضرب باش تعرف هاد السيد واش قادر يلاكم ولا لا. هاد العمليه ولا ما كانتش ما يكونش سميتو؟ الا ما كانش الطبيب ما كاين حتى حاجه، ما يمكنلهاش تكون. خاص جميع هاد الشيء خاصو ضروري يكون ولا ما كانش مراقبه طبيه. الا قبل ولا مع ولا من بعد، لان الله عليك دكتور، لان العمليه خاصك تكون قبل تشوف هذا السيد صحيح وفاش تيكون يلعب تتشوف ثاني الحاله ديالو، ولكن ملي تيكمل اللعب خاصك تشوفو ثاني حتى يكون وقع فيه شي حاجه ولا شي كمان، لان خاصك تقلبو وتشوفو هو صحيح فعلا ولا لا باش يمشي يلعب والديه ولا يمشي لدارو ولا يمشي لولادو. اليوم كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله دوزنا تقريبا 38 حتى 40 واحد كلهم بخير، لانهم حكسار دايرين الفحص الطبي من قبل كاع، من قبل ما يدخل الملاكمه يدير الفحص الطبي، وفي اي حيطه تيبغي يدير الملاكمه خصو يدير اسبوعي. كاين شي كلمه اخيره ولا؟ ونقول لك انايا الملاكمه هي كما كيقولوا في الملاكمة هو زعما رياضة نبيلة، وهي خص الواحد الإنسان خصو بعداك على الأقل تيكارد ديال الجسم ديالو الصحة ديالو ولا فيجيلونس ديالو حضر. شكرا دكتور. بارك الله فيك.